احنا نوجه نداء الى المواطنين اللي مازالهم طبعا بالأوكرانيا واللي يتمكنوا من الخروج، لانه ماهيش سهل باش يخرجوا في الظرف تاع الحرب، وانما اللي تمكن باش يخرج. احنا السفارات تاعنا راهي تشتغل على الحدود لتسهيل العبور الى رومانيا ولا المجر وبولندا، خصوصا اساسا يعني معظمهم يتوجهوا لرومانيا، ولكن اي واحد اللي يقدر يفوت على الحدود على كل حال نشجعوه باش يخرج مره على الحدود، والسفارات راهي دائما مجنده. بفضل السفارة الجزائرية في رومانيا تم الإجلاء، استقبلونا في الحدود، ما استقبلوناش في الحدود، استقبلونا في العاصمة بوخارست، دونا الأوتيل بيتونا، جابونا الأكل وزادوا دونا لايغوبو، قاموا بنا، دارونا البيسيار والحمد لله. كانت أيام بزاف صعبة بصح ذوكا الحمد لله كي جازت. نشكرهم بزاف 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 لأنهم تهلاو فينا بزاف، حتى جابونا طائرة، يعني دارونا كلش، ما خلونا احنا ندفعوا حتى حاجة من عنا. نشكرهم بزاف بزاف، حتى في رومانيا تهلاو فينا. بيان سور فرحة كبيرة، فرحة كبيرة تشوف لافيون تهبط للجزائر، كيفاش ما تفرحش؟